يعني انا لازم اشكر علي النحال وسمير عكاشه طبعا على الاغنيه والفيديو كليب الهايل ده، حاجه بصراحه يعني هو ده اللي يخلينا بصراحه جسمنا اشعر ويخلي ممكن دموعنا تنزل من عظمه وكيان النادي الاهلي وجماهيره العظيمه في كل مكان، لكن عمري ما تنزل دموعي على ان النادي الاهلي ممكن يتكسر او ممكن ان هو من الهزايم والكلام ده كله، استحاله. النادي الاهلي عمره ما بيتكسر، النادي الاهلي عمره ما ينزل دموعنا عشان احنا يعني خايفين. النادي الاهلي ما يخوفش، النادي الاهلي دايما سند ودايما قوي ودايما قوي بيكم، وطبعا بربنا وبالجمهور الكبير جدا والجمهور العظيم جدا اللي بيقوم كل حاجه بصراحه في جنبات النادي الاهلي. عشان كده بقول لكم جسمك يا اشعر ممكن دموعك تنزل من هيبه النادي الاهلي، من شكل النادي الاهلي، من بطولات النادي الاهلي، من انجازاته، من تاريخه، من كل حاجه فيه. يعني بصراحه بشكرك جدا يا سمير على الفيديو كليب الجميل ده، اكيد الجماهير الاهلاويه يعني عارفه قيمه النادي الاهلي، الجماهير الاهلاويه زعلانين زي ما احنا زعلانين على اللي بنمر بيه، لكن ان شاء الله وانتم عارفين ومتاكدين ان الاهلي هيرجع ويرجع بسرعه جدا. في اخطاء كتير جدا، في اخطاء عمرنا ما بننكر ان في اخطاء، لكن الاخطاء بنعالجها وبنعالجها بسرعه جدا. واتكلم معاكم وبنتكلم معاكم، قلنا نتكلم معاكم بمنتهى الصراحه ومنتهى الشفافيه طالما في ازمه، واحنا في ازمه بسيطه ان شاء الله هنعدي منها، وهنعدي منها بثبات قوي كمان زي ما الاهلي معودكم. وطول ما انتوا في ظهر النادي الاهلي على الحلوه والمره، واحنا دلوقتي في مر، والنادي الاهلي محتاجكم قوي قوي قوي، ومحتاج لكل المحبين، المحبين بجد، محبين الاهلي بجد اللي بيعشقوه فعلا، سواء الجمهور اللي بيحضر في الماتشات، سواء على السوشيال ميديا، الصفحات الكبيره جدا اللي بتجمع اهلاويه كبيره جدا بالملايين، عشاق فعلا للنادي الاهلي. لازم ندعم ولازم نقف ولازم يعني نتحدى اي حاجه تمس النادي الاهلي، وانتم مطمنين وانا متاكد، لكن خوف وخوف طبيعي، مفيش اي مشكله. انا نسيت ان انا ارحب بيكم طبعا، انتوا يعني احنا بنكون موجودين عشانكم، فاكيد انتوا المكان بتاعكم ترحبوا بينا انتوا يعني، فبيتكم النادي الاهلي، قناه النادي الاهلي، اي حاجه بتمس النادي الاهلي طبعا دي بيتكم، وانتوا بتخافوا عليها قبلنا وعارفين ومقدرين. عشان كده احنا بنكون زعلانين والله العظيم في المقام الاول والاخير على زعل جمهورنا، مش على بطوله بتروح او ماتشات بنخسرها، بنبقى زعلانين جدا على زعل جماهيرنا الاهلاويه الكبيره جدا والعظيمه جدا واللي راسها مرفوعه جدا جدا جدا، دايما راسهم مرفوعه. مش عايز اتكلم يعني، مش عايز اتكلم واقول، وانا قلت امبارح، قلت امبارح لو اتكلمنا احنا ممكن الناس تستخبى مننا لو اتكلمنا، يعني عندنا حاجات كتير جدا تخلينا فخورين واحنا بنتكلم، عندنا حاجات كتير جدا تسكت وتخرس اي حد ممكن ان هو يلمح عليكم بس بحاجة. احنا بنزعل على زعلكم، واكيد النادي الاهلي بيبقى مقدر جدا جماهيره، عشان كده بتصرفوا بسرعة جدا. ان شاء الله نتدارك كل الاخطاء وبسرعة نرجع تاني، ومش عايز اقول عادي بقى، هو يعني اللي بيفهم عادي بمعنى ان هو عادي ان احنا نخسر طبعا، الكلام ده لا طبعا، لكن الخساره وارده في الكوره، لكن هي مش في قاموس النادي الاهلي، مش في شكل النادي الاهلي. النادي الاهلي عودنا على حاجه عايزين نفضل متعودين عليها احنا كجمهور، لكن مش عارف بصراحه. يعني كمان اللي بيضايقنا ان دلوقتي ناس بتتكلم وبتبقى زعلانه من قلبها، الناس اللي تسوى واللي ما يسواش دلوقتي بيتكلم كمان، فده اللي بيضايقنا كمان. يعني مش عايزين اي حد يا جماعه، النادي الاهلي عمره ما هيبقى يعني في مجال التعاطف، النادي الاهلي طول عمره كبير، وطول عمره هو اللي بيحط الناس تحت جناحاته، وطول عمره هو اللي نسره محلق فوق ومحدش عارف يوقعه. ممكن النسر يريح شويه، يكون تعب بقى من كتر التحليق، بيريح شويه كده عشان يشم نفسه تاني ويرجع يطير تاني ويحلق تاني ويجيب بطولات وكل حاجه يعني. فما تزعلوش، ودايما زعلكوا الناس يعني بتفضل ما بتنامش عشان يرضوكوا بسرعه جدا، وعشان النادي الاهلي يرجع بسرعه جدا. ولو انتم متاثرين يعني بالناس اللي بيتكلموا على السوشيال ميديا ولا الكلام ده كله، انا بقول لكم احنا ممكن نخرسهم خالص، بس احنا دايما بنتكلم بشكلنا وبادابنا، وان احنا الكبار دايما الكبير لما بينزل للي تحته بيقلل منه. يعني دايما الكبير لما بيبدا يتعامل بلغه الصغيرين هو بيقل، فاحنا مش هنقل، احنا مش هنقل. لكن انا عايز اقول لكم ان في ناس نقعت تيشرتاتها في الكلور عشان يرجعوا لونهم
من كتر ما نسر الاهلي بوظ التيشيرتات دي. مش هقول اكتر من كده. خليكم رافعين راسكم لفوق، اهلاويه اهلاويه. احنا دلوقتي عايزين كل المحبين وعايزين كل الجماهير نادي الاهلي في المره دلوقتي احنا. والمعدن الاصيل بيظهر في المره قبل الحلو. وانا عارف ان انتوا كلكم في المره قبل الحلوه دايما حمل النادي الاهلي، ودايما احنا بنبقى فخورين ان احنا ورانا جمهور قوي جدا جدا بحجم جماهير النادي الاهلي، بتخوف بهتاف واحد بس، بتقلب الدنيا بهتاف واحد بس. ان شاء الله تفضلوا سند النادي الاهلي وتفضلوا حمل النادي الاهلي على الحلوه والمره. ان شاء الله نرجع بسرعه على الحلوه، ان شاء الله النادي الاهلي يرجع يحلق ويطير تاني في العالي زي ما هو معودنا. اقول لكم اخبار بسرعه جدا وبعد كده هتكلم معاكم شويه كمان. انا متعود معاكم على الصراحه، انتوا بتزعلوا مني شويه بس انا متعود معاكم على الصراحه، وانتوا لما تفهموا كلامي قوي وتقدروا الكلام قوي هتعرفوا ان انا فعلا يعني مش هتزعلوا مني. الكابتن سيد عبد الحفيظ عمل اجتماع مع الدكتور خالد محمود عشان يشوف اسباب الاصابات الكتيره في الفريق. قلت لكم قبل كده واتكلمنا على الاصابات ان البحث عن سبب الاصابه اهم بكتير جدا من علاجها. قلت لكم قبل كده ان الدكتور خالد محمود مش ساحر، لكن مطلوب من الدكتور خالد محمود حاجات مهمه جدا. مطلوب منه ان هو يبقى فيه تشخيص مبدئي بمده الاصابه او بسبب الاصابه ايه او حجم الاصابه ايه او الاصابه فين. بعد كده بيطلع تشخيص بيقول يا جماعه لا الاصابه مثلا جور اجايت صاب في الركبه، هيفضل من كذا لكذا ويرجع الملعب كذا. عايزين نستعين بكل حاجه جديده في الطب. النادي الاهلي اثرت عليه الاصابات بنسبه كبيره جدا بشكل كبير جدا. اثرت طبعا، محدش يقدر ينكر. عشان كده هنتكلم كمان عن كل كبيره وصغيره في الفريق، ونتكلم كمان عن كل اللعيبه اللي موجوده. لكن الكابتن سيد عبد الحفيظ انا قلت لكم احنا الاهم من المشكله حلها، والاهم من الـ مش عايز اقول وقوع، ان شاء الله مش هيحصل الكلام ده خالص. الاهم من الهزه ان ترجع بسرعه تاني، ده المهم. عشان كده دايما في ابديت على طول. سيد عبد الحفيظ بيجتمع مع خالد محمود، هيبقى معايا بعد قليل الكابتن سيد عبد الحفيظ عشان كمان يطمنكم هو بنفسه. بيتكلم عن المصابين وبيتكلم عن اسباب الاصابات وبيتكلم ازاي يرجعوا. اصابات كتير جدا مستشفى الاهلي زي ما حضراتكم مسمينها في السوشيال ميديا، مستشفى فعلا عمالين كل حاجه كل ماتش يحصل اصابه، ما تفهمش في ايه، ما تفهمش في ايه. ساعات الضغط العصبي بيعمل لك اصابه. اللعيبه لسه برضو مش مستويه قوي، عشان كده تلاقي محمد شريف امبارح جاله فرصه لو جات له 60 مره يحطها جول، لكن الضغط العصبي بعد الجول الاهلي اتغير. تحس ان انت يعني قبل الجول كنت فريق خلاص بدات تشوف شكل الاهلي. اكيد حضراتكم متفقين معايا في الشوط الثاني بدات تشوف شكل الاهلي، والوان تو والثرو باس، وهشام محمد بيعمل لندفد اللي تشوف فيه بصراحة الكلام بيجيب ندفد. فاكرين ندفد اللي احنا كنا عمالين نقول ندفد يا كابتن حسام كفاية، يا كابتن حسام كفاية، كنا مسمينه ندفد حسام البدري. كريم ندفد دلوقتي هو اللي بيمثل الروح الحقيقية للنادي الأهلي. سبحان الله، قال لك أنا عمري ما أسيب النادي الأهلي لأن النادي الأهلي محتاج ولاده. أنا كريم بحييك كل التحية، راجل فعلا، راجل فعلا، وفعلا مقدر قيمة النادي الأهلي وتيشيرت النادي الأهلي، وكل اللعيبة إن شاء الله يقدروا تيشيرت النادي الاهلي. فشفنا شكل كوره حلو قوي لغايه لما جه فينا جون رخم قوي قوي قوي، خطا بديهي وخطا عمره ما يتكرر خالص يا جماعه خالص. بديهيات الكوره او الالف ب في الكوره او اي بي سي في الكوره بتقول ان انا بقفل عمق الدفاع بتاعي، اتنين المساكين بيبقوا في ظهري شريف اكرام، في ظهري شريف اكرام، لو راح واحد بيفضل واحد. بديهيات الكوره، ما ينفعش انا اسرح مع الفرود واروح خدني يمين واخدني شمال، لكن ماشي خلاص خلاص مش عايزين نفتكره. يعني كوليبالي، كوليبالي برضو فرحنا في الاول، اول ما جه وقعدنا نقول كوليبالي، يعني مش عايزين ننسى يا جماعه، مش عايزين ننسى، مش عايزين الزعل. دايما الزعل بياخدنا في حتت كده وبيخلي بقى الناس يدخلوا لنا بقى في الحتت دي، لكن احنا نقفل على بعضنا، احنا نضرب بعض، نشتم بعض، محدش يدخل بينا. ده اللي احنا عايزين نعمله، محدش يدخل بينا خالص. كوليبالي جه في الاول فرحنا وقلنا كالتيرون جاب صفقه من العيار الثقيل وكنا محتاجينه جدا وكان بيجيب لنا جوان وكان، ما تفهمش ايه اللي بيحصل. الضغط العصبي يخليك مش انت خالص خالص. بعد ما جه فينا الجول تحس خلاص كنا ممكن فينا يجي فينا جون تاني وتالت ورابع، بس الحمد لله. فمحتاجين نرجع بسرعه. عشان كده بقول لكم الكابتن سيد عبد الحفيظ يعني ماشي ماشي ماشي
ماشي، بفكركم بس وبنفكر الناس بكوليبالي. ماشي ماشي، انا قلت قبل كده يا جماعه، قلت استحاله استحاله حد في النادي الاهلي يقصر في اي شغل هو فيه، استحاله استحاله تاني، استحاله اي حد في او منتمي للنادي الاهلي يقصر في اي حاجه هو مكلف بيها. هي بتبقى امكانيات وضغط وتوجيه من الشخص القائم، يعني مدير فني، انا حد هنا عندي بيشرف عليا، هو بيقول لي مثلا عايزين شكل الشغل كذا، عايزين نعمل الشكل كذا، فهو بيخلي امكانياتي بتروح في الحته دي. لكن مفيش حد بيقصر خالص، اي مركز حد بيمسكه داخل منظومه النادي الاهلي محدش بيأثر فيها خالص، الحمد لله يعني. سيد عبد الحفيظ قال في اخطاء وبنعترف بيها ولكن جاري الاصلاح، وده هنشوفه في فتره الانتقالات الشتويه. مهما نقول دلوقتي انتوا عارفين في ناس قاعده يعني ما بيصدقوا يسمعوا اي كلمه كده النادي الاهلي بيفكر في لعيب يروح رايح جايبه، فما ينفعش احنا نقول هنجيبه هنجيبه هنجيب. لكن فتره الانتقالات الشتويه مش يعني ان انا اقول لكم دلوقتي الصفقات مش هيفيد قوي، هطمنكم بس مش هيفيد قوي. لكن في صفقات ان شاء الله، وفي صفقات مبشره جدا، وفي صفقات انتوا طالبينها وان شاء الله تكون موجوده في فتره الانتقالات. ده اللي بيتكلم فيه كمان سيد عبد الحفيظ، وقال يا جماعه ما تركزوش مع النادي الاهلي لان في حمله ممنهجه ضد النادي الاهلي. عادي جدا، النادي الاهلي طول عمره متعود على الكلام ده، لكن هي زادت شويه. بيتكلم ان في بلاوي سودة في انديه تانية، بس انتوا يعني شوفوها او اكتبوها او يعني تطرقوا اليها شويه، ما تركزوش مع النادي الاهلي. النادي الاهلي يعني اي حد بيكتب عليه النادي الاهلي تلاقي الخبر داخل يقراه ناس، معروف الكبير لما حد يكتب عليه هو بقى عايز، عارف اللي هو بيتمحك في حاجه كده يعني، مش عايز اقول كمان حاجات تانية انتوا عارفين طبعا الكلام، فهو عايز يعمل حاجه يروح كاتب على النادي الاهلي خبر، قايل على النادي الاهلي اي حاجه. واحد ملوش 60 لازمه يطلع يعمل لك ان هو خايف على النادي الاهلي، مش عايز، انتوا عارفين يعني كفايه ان انا كل مش عايز كل شويه انا اتكلم عليه، كل سنه اتكلم عليه. الجمهور بيحس مين بيحب النادي الاهلي بجد ومين طالع يمثل بقى ويعمل، ودموع اساسا يعني تقرف اساسا لما تشوف المنظر، بتقرف جسمك يقشعر. وفي ناس لا، ناس لما يتكلم عن النادي الاهلي طبعا انت لازم تحس منه وتحس بالنبض العام، لا هو قلقان انت تقلق، هو خايف انت تخاف، من خوفه ومن شربه ومن اكله في نادي الاهلي وحبه بيتكلم من قلبه من بحرقه، فعشان كده لا طبعا ده يتحط على الراس. وفي واحد تاني ملوش في ما يعرفش اصلا الكره مدوره ولا مستطيل، ما يعرفش، هو حد بيقول له يقول وكده وعشان يكسب تعاطفه في الناس، لكن خلاص بقى يعني الناس زهقت وقرفت وبلاش الاسلوب ده، فككوا منه اساسا. الكابتن سيد قال ان شاء الله ان شاء الله الاخطاء في طريقها للعلاج، وان شاء الله كل حاجه هتكون في نصابها الطبيعي. ده كان كلام الكابتن سيد عبد الحفيظ مدير الكره في النادي الاهلي، رجل الازمات، ان شاء الله يبقى معايا بعد شويه. شوفوا لنا الكابتن سيد يا جماعه. محمد يوسف قعد مع وليد سليمان على هامش مران الاهلي، عارفين حضراتكم ان عندنا مباراه مهمه جدا يوم السبت اللي جاي مع بتروجيت. يوسف قعد مع وليد سليمان عشان يتكلم في دور وليد سليمان في الفترة المقبلة، وقد ايه دوره كبير جدا، قد ايه كل اللعيبة الكبيرة دورها كبير جدا، زي ما دور الجماهير، واتكلمت على صفحات السوشيال ميديا اللي بتضم اهلاويه كتير جدا محبين جدا النادي الاهلي. مش عايز اسمي، انتوا عارفين، لكن انا مش عايز اسمي عشان في صفحات ما شاء الله يعني محدش يزعل لو نسيت اسم، لكن كلكم محبين وكلنا لازم نبقى في ظهر النادي زي ما انتوا معودين النادي. زعلكم متقبلينه جدا، نقدكم متقبلينه جدا، قلت لكم انتوا ليكم حق تعملوا اي حاجه مع اللعيبه عشان بعد ربنا سبحانه وتعالى انتوا ليكم فضل كبير جدا على اللعيبه دي وعلينا طبعا. كانت الجلسه مطوله مع وليد سليمان، كان فيها يعني ان احنا عندنا مضغوطين جدا وعايزين نشيل الحاله السلبيه ونتكلم مع لعيبه، زي ما هيتكلم مع حسام عاشور، زي ما هيتكلم مع احمد فتحي، زي ما هيتكلم مع كل اللعيبه الكبيرة. وأزارو بيخضع لفحص طبي الخميس إن شاء الله عشان يشوف هيبقى موجود في التدريبات الجماعية إمتى. ماشي طيب، أنا يلا